اللعب على طول حد خالد مسليح خالد مسليح خالد مسليح بيمر من فرج الفريش وفي أي ما في عبد الله الله الثاني أيضا الماجد عبد الله الثاني أيضا الماجد عبد الله الثاني أيضا من ماجد عبد الله في الدقيقة 28 الثاني أيضا من ماجد عبد الله ماجد عبد الله بحط الهدف الثاني ماجد عبد الله لاعب كبير وهداف ايضا ماجد عبد الله يعني ماجد عبد الله على طول بحطها على يمين حارس المرمى محمد نبله محرزا الهدف الثاني لفريق نادي النصر السعودي اثنين النصر لا شيء النصر العماني شوف 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 شوف, شوف هذه لما لعبت على طول من مساعد الطير وبحيث نهيئها لماجد عبد الله على طول بحطها بيمينه قوي.